ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ له في الإسلام. لما طعن أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وهو يموت ويعاني سكرات الموت، أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو واد في جهنم. قال تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ديل ما تركوا الصلاة، لكن بيسهو عنا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: هو ألا يصلي العصر حتى يدخل المغرب، ولا يصلي المغرب حتى يدخل العشاء، ولا يصلي العشاء حتى يدخل الفجر، وهكذا يضيع الصلاة عن وقتها. فويل له، والويل واد في جهنم، قيل لو أدخلت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وقيل واد في جهنم تستعيذ منه جهنم، وقيل واد بعيد قعره خبيث طعمه. فويل للمصلين، أي المفرطين في الصلاة حتى يضيع وقتها، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال الشيخ ابن عثيمين: إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله تبارك وتعالى. وكم من الناس لا يصلي، كم من الناس لا يصلي، كم من الناس مات ولم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كيف يستعين الإنسان الذي لا يصلي على أمور الدنيا؟ والله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كيف يستعين الإنسان على أمور الدنيا وعلى هموم الدنيا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يجد فيها راحة. ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر وعلق على القصة العلامة العثيمين قصة عروة ابن الزبير عليه رحمة الله وهو من كبار التابعين، لما أرادوا أن يقطعوا له رجله أصابها مرض، فقال لهم: دعوني أدخل في الصلاة فلا أشعر بعد ذلك بشيء. فلما دخل في الصلاة وخشع قطعت رجله وهو لا يشعر بشيء. انظر كيف يخشع المؤمنون في أداء الصلاة. وسقط ذات يوم جزء أو عمود من المسجد وعمر بن الخطاب يصلي ولم يشعر بشيء. هكذا كان المؤمنون يخشعون في الصلاة، وبقدر خشوع الإنسان في الصلاة يحصل له من الفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال العلامة الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. ولذلك عباد الله، الواجب المحافظة على الصلاة ويربى الأبناء على الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة، علموهم الصلاة وهم أبناء سبع،
لو وصل 10 سنوات وما بيصلي أضربه. قال ابن عثيمين: وهذا من أساليب التربية، ولا تشتغل بما يقوله المخذلون، أضرب على الصلاة وهو ابن 10 سنوات حتى يتربى عليها ويقم على الصلاة، وهي من أعظم شعائر الإسلام، والمحافظة عليها تدل على الإيمان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.